تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحده سكنيه في كافه المحافظات. بدات وزاره الاسكان في توزيع مشروع مدينه حمد الاسكاني على المواطنين المستحقين. وصرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان أن عملية توزيع وحدات مشروع مدينة حمد الإسكاني تمت بصورة منظمة حظيت باستحسان المواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في خفض عدد الطلبات الإسكانية على صعيد المحافظة الشمالية. وقال أن بل إن مشروع مدينة حمد يعد أحد المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة بشأن بناء 25,000 وحدة سكنية، مؤكدا أن حجم الإنجاز المتحقق في هذا المشروع يعكس الجهد المبذول لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية. وأكد الحيدان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أمر سمو ولي العهد والذي شرعت في تنفيذه الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة سخرت طاقاتها لإنجاز هذا الاستحقاق الإسكاني المهم لخدمة هذا البرنامج وسرعة تلبية طلبات المواطنين الإسكانية. وجدد الحيدان حرص وزارة الإسكان على الاستمرار في وضع أنسب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة تسهم في الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4800 وحدة سكنية، تم اليوم ولله الحمد توزيع وحدات مشروع مدينة حمد الإسكاني، وهو المشروع الثالث ضمن الخطة الموضوعة. ولله الحمد عملية التوزيع تمت حسب الخطة الموضوعة وبسلاسة.